الحمد لله أستاذي الأستاذ ديالنا وفخور الأستاذ الكبير المدرسة أستاذي وفخور المدرسة والمعهد وأي واحد بغى يقرأ للشرف غيجي عند الأستاذ دريس الشحتان للشرف اللي شرفنا أننا نستديو المنصة. شكرا أحلام. خويا راه قلت لك كنحسدك ما تيحتينيش راه كنحسدك دابا دابا كنحسدك كثر. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. العقاوي يستحق هذا التكريم لان دار واحد التغطيه صحفيه الحدث الطفل ريال الله يرحمه ويوسع عليه تغطية شاملة الله يجازيه بخير هو وجميع الطاقم الصحفي اللي كان معاه. حسينا به بأنه فرد من العائلة ديال الطفل ريال ما حسيناش به كصحفي وكان كيغطي جميع الأحداث ما كيغفل على حتى شي حدث. بفضله تبعنا ديك الحدث وعشنا ديك الخمس أيام بالليل وبالنهار وشكرا ليه وشكرا لجميع الصحافة اللي كانوا معاه. فكان مسكين يلاه جا من الكاميرون ودير غير الحديد في رجله ومباشره مشى لمدينه شفشاون لديك القريه باش يغطي هذاك الحدث بصراحه وديك الفاجعه اللي تالمنا لها كاملين. فشكرا ليه مره اخرى ويستحق اكثر واكثر. والشخص الذي له قلب حنون وطيب واللي خطف قلوب جميع المغاربه وجميع العرب بصراحه في العالم عالم كامل. فالله يطول عمره والله يخليه لنا والله يحفظ جميع الصحافة يا رب.